اول شيء التلفازه. التلفازه كتبقى شاعله النهار كامل، هذا خطا كبير فهمتي، هذا تخريب كلي الدماغ ديال الطفل. الاجهزه الالكترونيه نهار كامل بدون زعما هذا، كيقدر يجي يقول لك لا راه بابا ولا ماما راه عندي واحد البحث مزيان، البحث غنديرو انا وياك فهمتي. زائد العنف والغوات الصراخ، وغياب القدوه، يعني هذه الامور هذه يعني اشياء سلبيه كنقوموا بها ربما بوعي او بدون وعي، اللي كتوجد لنا واحد الجيل اللي غنقولوا ربما يقدر يكون بليد من هنا للقدام، يقدر يكون جيل جبان، يعني اللي ما عنده موقف، ما عنده جرأة، ما عنده شجاعة، ما عنده حتى شي حاجة. يعني علاش؟ لأن خربت لي الدماغ ديالو بالرسوم المتحركة اللي ما صالحة لوالو. وكنعرفوا دابا الرسوم المتحركة اللي كاينة دابا ماشي الرسوم اللي تفرجنا فيها حنا، اللي كنا دائما كنتفرجوا في صراع الخير والشر، ودائما ينتهي بصراع الخير. نتفرجوا الحمد لله واستفدنا منهم العربية كيفاش كانت وكذا. دابا اللي كنشوفوا رسوم متحركه يعني ما فيها غير العنف وفيها غير الصراخ وكثره الالوان وكثره الموسيقى بدون فائده، يعني هذه الامور هذه سلبيه وغير صالحه للتربيه ديال الابناء بتاتا.